بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم محمد عثمان. اليوم إخواني سوف نقوم بشرح تفعيل الكومبز، خطوات تشغيل الكومبز وتأثيراتها المختلفة على نظام جنو لينكس. تابع معي. طبعا الواجهة المستخدمة هي جنوم كلاسيك. أولا مباشرة حتى لا نضيع الوقت نذهب إلى سيمباتيك باسورد. في القائمة التي سوف تظهر معنا في مربع البحث نكتب هذه الكلمة كومبز COMPIZ، كل هذه الحزمة التي تظهر أمامك خاصة أو متعلقة ببرنامج الكومبز وتأثيراتها المختلفة. يمكن تثبيت كل هذه الحزم بدون أي مشاكل، ولكن يعني إذا كنت يعني مثبت أكثر من واجهة يمكن أن يعني كيدي مثلا، هناك كومبز كيدي، هناك كومبز جنوم، وهكذا، يعني ثبت جميع الحزم لا مشاكل أبدا. بعد تثبيت هذه الحزم الموجودة في كومبز أغلق السيمباتيك، ثم اذهب إلى القائمة مرة أخرى لتجد في القوائم كلتا الاثنتين كومبز فيجن ايكون وكومبز كونفيج سيتنج مانجر. هنا الايكون بتاعت الكومبز انت تضغط عليها تنزل في الشريط الذي هو باسفل هنا، وهي خاص يعني ميزتها اعادة تحميل الويندو مانجر بالكومبز او ايقاف الكومبز من سيلكت ويندو مانجر. يعني اذا حدثت اي مشكلة يمكن ان توقف الكومبز لترجع وتصلحها فيما بعد. يعني هنا مثلا تختار كومبز او ميتا سيتي. دعونا نقوم الان بالخيار الاخر بعدما فعلنا كومبز فيجن ايكون، نختار كومبز كونفيج سيتنج مانجر لعمل الاعدادات المختلفة على الكومبز. اولا لمحة يعني سريعة على الويندو الظاهر امامنا، نجد انه مقسم في الجانب الايسر من الويندو الى all general accessibility desktop events extra image utility window management. نفس هذه الاشياء او تلك الاشياء نجدها في داخل الواجهة الرئيسية او في هنا في الناحية اليمنى. طيب يعني ناخدهم كده واحدة واحدة ونعرف ايه المطلوب مننا. هنا هنعلم على كومبوزيت وعلى جنوم كامبابيلتي وعلى اوبن جي ال. ده في التبويب الاول اللي هو جنرال التبويب العام. هنا بقى في الاكسبيلتي ممكن نعمل مثلا يعني ممكن ناخد، انت ممكن تجرب كل شيء، فانا بس انا هعمل لك يعني الطريقه وانت هتمشي بعد كده على نفس الاسلوب يعني مع كل الخصائص. الماجنيفاير هي تكبير وتصغير عشان تفعل الخاصية، ممكن تفعلها من هنا اهو، يعني بتضع هذه العلامة هكذا يعني تم التفعيل، او يعني تضغط على الكلمة نفسها ماجنيفاير لترى الخصائص والوصف له. فعل من هنا، اذهب الى هنا لتعرف كيفية عمل الخاصية. مثلا هنا من الكيبورد اللي هي السوبر وحرف الام. طبعا سوبر هو علامة مايكروسوفت اللي هي عندك اللي هي بين كنترول وبين Alt. تمام، هنا اسمها سوبر، هتضغط عليها على حرف الام هيعمل عملية تكبير معك وتتنقل به. او من الماوس برضو نفس الكلام Shift، تختلف بقى هنا شوية Shift وسوبر وبوتم فور. بوتم فور هو الزرار الاوسط في الماوس، فمثلا لو ضغطنا Shift وسوبر وبوتم فور اللي هو الماوس لاعلى، طبعا بوتم فايف الماوس الى اسفل للتصغير والتكبير. يعني هكذا مثلا ايه فالتفعيل اول خاصية من خصائص الكومبس. اما في التبويب الثاني مثلا وهو الديسكتوب، وهو الجزء الاهم والذي الكل مثلا يعني يريد ان يفعله، وهو الديسك كوب المكعب الخاص بسطح المكتب. لتفعيله اضغط على هذا ديسكتوب ديسكتوب كوب وروتيت كوب، وهنا يكفي، وتنزل الى اسفل وفعل 3D ويندو. اوكي، طبعا بعد التفعيل ادخل لتعرى الخصائص. الخصائص طبعا هتضغط كنترول الت واحد الاسهم يعني شمال او يمين للتنقل في واجهات الشكل بوجعله كالمكعب كما ترى امامك الان. اوكي،
اوكي، او بالماوس يعني، ممكن بالماوس عادي خالص وتشغل الكوب عادي يعني كأنه يعني نفس الازرار واللي هو كنترول الت، وبالماوس اللي هو يعني كليك كليك شمال. اوكي طيب، هناك بعض الخصائص لهذا المكعب وهي الاهم من ابيرنس. الخيار ابيرنس نضغط على سكادوم لنضع خلفية خلف هذا المكعب وهي يعني صورة. نختار بيكتشرز ونضع اي صورة، مثلا نضع هذه الصورة ونضغط اوبن لنجد ان الخلفية يعني فعل الخلفية مرة اخرى، الخلفية اللي احنا حطناها. تمام اوكي، نعمل باك تاني. طيب بعد تفعيل الكوب هنا الروتيتو اللي هي التدوير، ومن التدوير يمكنك هنا ان يعني تتحكم في حجم المكعب. قد نكون يعني هو المفروض ان هو يكون اكبر من كده، مثلا لو هو مثلا زيرو يعني حجم المكعب يعني زاد خالص طبعا كل ما هنا، وممكن نزود مثلا نخليه مثلا 1500 الحجم اصغر، وهكذا يعني بنفس الارقام انت هتجرب نعمل باك هنا برضو. يعني قبل ما ننسى برضو، في هنا اللي هي الويندو 3 دي ويندو اللي هي الخاصة بظهور اللي هو شايف انت الويندو ده، هو كده اهو يعني واخد بروز. لو ما فيش التأثير هو بتاع 3 دي انيبل اهو، تلاقي ملصق في داخل او في المكعب. نفعل تاني اهو، لاحظ اوكي، نعمل باك. ده فيما يتعلق بالكوب او المكعب. طبعا هنا الانيميشن ما لز وما طاب، انصح بتفعيلها كاملة. انيبل انيميشن، وافق على انيبل، توافقية. هنا من افكت سيتنج علم على تلك العلامة. خلاص كده بقى عندك كل الانيميشن الخاصة بالويندو المختلفة. باك، وهنا ايضا انيميشن ادونز الانيميشن المضافة علم عليها. برضو هتلاقي برضو في انيميشن تاني كده يعني زي الوميض او النار او وما الى ذلك. طبعا هنا الكوب ريفليكشن اللي هو تدوير المكعب، يعني لاحظ تدوير المكعب، خليت شكله مستدير مجرد ما دوست على التأثير اصبح. يمكن ان تغير شكل الدائرة من ديفورميشن من سلندر الى مثلا سفير اللي هو الشكل البيضاوي ده وكده، تمام، او تلغي التأثير من هنا هو من انيبل ليرجع مكعب كما كان. باك، بعد كده سيدي عندنا في الجزء بعد عملنا 3 دي انيميشن والانيميشن ادون الثلاثة اللي في الاول اللي هم في الافكت برضو فعلهم. ما عدا ذلك ممكن نعدل على الويندو ديكوريشن، علم عشان بس تظهر معاك النافذة اللي في الاعلى. عندك الويبي ويندو لجعل النافذة مرنة يعني هكذا، مثل شيء مثل ما ترى امامك الان، يعني مثلا لو دست تخلي النافذة فيها بعض المرونة يعني اوكي، اللي هي الويبي. تمام، هنا مثلا سكرين شوت لاخذ صورة بالضغط على ايه، يعني عشان تعرف الخاصية لازم تدخل وتقرأ الوصف المتعلق به. هنا برضو يعني المهم في الويندو مانجمنت ادارة النوافذ انك تعلم على موف ويندو وعلى ريسايز ويندو. ممكن مثلا من هنا نعلم على شيفت سويتش للتنقل بين الويندو المفتوحة قدامنا. فبس نشوف الوصف، شيفت سوبر اس ندوس اهو، تمام، عشان بس لو في اكتر من ويندو مفتوح يعني هنفتح مثلا التاني ده وكده فاصبح في ثلاثة، ممكن نتنقل كده برضو بالاسهم او بالماوس مع الضغط على سوبر وشيفت. عند الوقوف اضغط على اس تدخل على الويندو المطلوب. بكده ان شاء الله يعني نكون، اتمنى يعني اكون اديت ولو شرح مبسط ليكم. الموضوع كله يكمن في انك تثبت الحزم المظبوطة من
سينابتك هتكتب كومبز وتثبت جميع الحزم، يعني لو التبس عليك الامر ثبت الكل لا مشاكل ابدا. بعد ذلك تذهب الى القوائم لتفعل كلمة كومبوز فيوجن ايكون لتجدها هنا. عند حدوث اي مشكلة معك يمكن ان تتفاداها بان توقف الكومبوز نهائيا من سيتنج ويندو مانجر بالضغط على ميتي سيتي، وتعود الى سيتنج مانجر لتلغي التأثير الذي ادى معك الى مثلا عطل او شلل في الجهاز، وترجع لتفعل الكومبز مرة اخرى. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد محمود عثمان.